لا إله إلا الله، لا إله إلا إيش؟ مالك مالك يا أم فالح، مالك مالك مالك، إيش فيك إيش فيك؟ شو حصل شو حصل؟ حصل بلاوي يا ساتر، بلاوي يا أبو الله. يا فالح، ستار بلاوي يا بلاوي، ستار أنت عارف الدنيا مش حاسس بأي حاجة. يا ستار يا رب، ليه يا بنت الناس، ليه يا بنت الناس، احكي لي. أنا خالتي يا أبو فالح، خالتي مقطعة في نفسي أوي لا أوي. حول ولا قوة. لا سمح الله، ماتت لا لا لسه ما جاتش عيانيت؟ المرحلة دي، لا لا بعيد عنك يا أخويا، بعيد عنك، على شوية ديون استغفر الله العظيم، خلاص عليها حوالي يا أخويا 20,000 جنيه، وقالت لك حض الله لا تجمعوا لي 20,000 جنيه العيلة كلها يا إما أولع في نفسي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني معقولة معقولة المرة تولع في نفسها عشان 20,000 جنيه؟ اه والله هذا يرضي ربنا؟ حلفت حلفت هذا تولع يرضي في ربنا؟ نفسها، حلفت والله ما حلفت يرضيش تولع في ربنا نفسها. يا جماعة، ما كلام فاضي كلام فاضي. وعملتوا إيش؟ جمعنا حوالي 10 بس يا أبو فالح، 10,000 جنيه؟ لا 10 لتر جاز، مش عارفة ما هيكفوا ولا مش هيكفوا.